طبعا احنا المحاضرة اللي فاتت كان الأستاذ علي الشرقاوي اتكلم في بعض الإجراءات الخاصة بالإذن وتحريات في إطار عام كده. طب احنا عندنا باب في قانون الإجراءات الجنائية، انتوا عارفين ان قانون الإجراءات الجنائية ده هو القانون الوحيد اللي بيضع ضمانات للمجتمع كله، وبيضع ضمانات خاصة بالمتهمين، وبيضع ضمانات حتى في إجراءات المحاكمة، وبيضع ضمانات في علاقتك مع الجهات المسؤولة، السلطة زي الشرطة، النيابة، أي مؤسسة في الدولة احنا لنا قانون بينظم علاقتنا معاه. قانون الإجراءات بقى احنا اتكلمنا في حاجة اسمها تفتيش المساكن والأشخاص. تفتيش المساكن والأشخاص يبقى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المساكن أو الأشخاص إلا بإذن من السلطات المختصة، عشان يبقى مع بعض كده، عشان إيه ده البداية. في حاجة اسمها تفتيش المساكن والأشخاص، لأن السكن له حرمة، وقاتل السكن طبعا بيمتد حصنته من البيت. السيارة الملاكي برضو لا يجوز تفتيشها إلا بإذن من السلطات المختصة. حاضر، لسه حاضر والله هتشوف الصوت كويس قوي. نبدا كده عشان يبقى حد عندنا استعداد نسمع، وبعدين نعلي، ده بنعلي ونوطي حسب رتم المرافعه يعني، ده لسه بادئين يعني. بنقول تفتيش المساكن والاشخاص طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه لا يجوز لرجال الضبط القضائي تفتيش المساكن والاشخاص الا بإذن من السلطات المختصة، وكذلك السيارة الملاكي. يبقى المسكن وملحقات المسكن لا يجوز تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة. طيب يبقى إذن ده غير حالات التلبس، مش محتاجة إذن، لكن أي إجراء يخص مسكن أو شخص ده لابد من الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الشخص. طيب هنا لما نقول بقى فيه، هو تفتيش المسكن بيجي إزاي؟ بيبقى هناك نشاط إجرامي أو جريمة داخل هذا المسكن، راجل بيتاجر في المخدرات، راجل بيتاجر في سلاح، يعني أي نشاط إجرامي داخل المسكن لا يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول هذا المكان لضبط هذه الجريمة دون الحصول على إذن من النيابة العامة. مستحيل، مقدرش. يبقى إذن إيه؟ يبقى دلوقتي الإجراء بالنسبة للمساكن والأشخاص ده أي إجراء بالنسبة له لازم إذن من النيابة العامة. طب الإذن ده يجي إزاي؟ الإذن ده يجي إزاي؟ الإذن ده بيجي عن طريق علم السلطات المختصة اللي هم مأمور الضبط القضائي أو أي جهة لها سلطة الضبط القضائي بوجود جريمة داخل المسكن. مش مجرد مأمور الضبط القضائي ما يعرف إن في جريمة داخل المسكن يروح ياخد قوة، يروح يخبط ويكسر الخش ويضبط، لا،
الكلام ده ممنوع، لازم يستأذن سلطة التحقيق. واستئذان سلطة التحقيق له إجراء اللي هو التحريات. الأول عايزين نعرف يعني إيه معنى التحريات، إيه تعريف التحريات، مين منوط بيه إجراء التحريات، لأن التحريات دي هي الإجراء المبدئي في الدعوة. إن صح الإجراء ترتب عليه صحة جميع الإجراءات اللاحقة والمترتبة عليه. يبقى إذن هذا الإجراء القانون أحاطه بضمانات، لأن كل الإجراءات اللي تالي التحريات فهي مترتبة عليه، وإذا صحت التحريات صحت كل الإجراءات المترتبة عليه من ضبط وتفتيش ومعاينة، كل الإجراءات اللي بتتم بعد كده فده أساسها التحريات. ولذلك احنا لما بنيجي نترافع بنقول ايه؟ التحريات هي الإجراء المبدئي في الدعوة، هي وليد الدعوة، إن صحت صحت كل الإجراءات المرتبة عليه. طب التحريات دي تعريفها ايه بقى؟ تعريف طبقا للقانون، هي إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي بشأن ارتكاب شخص ما جريمة تحقق وقوعها بالفعل خلال مدة محددة يتخللها مراقبة شخصية من جانب مأمور الضبط القضائي القائم بالتحريات. تاني تحريات، بقول بالراحة عشان نكتب، اهو بقول بالراحة خالص، التحريات إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي بشأن ارتكاب شخص ما جريمة تحقق وقوعها بالفعل لمدة في مدة محددة يتخللها مراقبة شخصية من جانب مأمور الضبط القضائي القائم بالتحريات. دي التحريات. ماشي، نيجي بقى نطبق ده في الواقع العملي. والقائم بالتحريات بيبقى مأمور الضبط القضائي اللي هم ايه؟ ضباط المباحث وضباط الشرطة، ضابط الشرطة العادي، ضابط اللي واقف في الكمين، مأمور ضبط قضائي، من الشرطة مأمور ضبط قضائي، من حقه لو هناك جريمة حل وقع يتعين ضبطها، ده تلبس وواقف في الكمين يضبط ويفتش والكلام ده كله، الكلام ده هنقوله بعدين. لما نقول بقى هنطبق ده عملي، نقول تحريات، والتحريات دي اللي هو بيقوم بها رئيس المباحث او المسؤول بتأتي عن طريق ايه؟ معلومات من مصادر سرية، معلومات من مصادر سرية. خلي بالكم من الكلام ده، لان ده قضايا كتير بتاخد براءة بسبب الموضوع المصادر السرية ده، بس هو من حقه يستعين بالمصادر السرية، ولكن معلومات تجيله، ولكن لابد أن يكون له دور هو شخصيا اللي هي المراقبة الشخصية من جانب مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحريات اللي بيحددها 10 أيام، أسبوعين، 3 أيام، دي علشان نصل بالتحريات إذا كانت التحريات دي جدية من عدمه. طيب لو كانت التحريات مصدر سري، هنقول وردت إلينا معلومات معدل التحريات إنه في يوم كذا بمعرفتي أنا النقيب فلان رئيس مباحث الاسم
وردت إلينا معلومات من مصادرنا السرية مفادها قيام المتحرى عنه ويقول اسمه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشر المتحرى عنه البالغ من العمر 20 عاما ويعمل وظيفته والمقيم محل إقامته تحديدا واضحا والمقيم يبقى اسم المتحرى عنه عمر المتحرى عنه محل إقامة المتحرى عنه ده لابد أن تتضمنها التحريات والتحريات بقى تتعلق بواحد أو اثنين أو عشرة متحرى عنهم البيانات دي مطلوبة لكل واحد متحرى عنه مرتكب جريمة طيب قلنا معلومات من مصادر سرية تفيد قيام كل من فلان وفلان وفلان المقيم بشارع كذا رقم كذا والبالغ من العمر كذا ويعمل وظيفته قد كده طيب يقومون بالإتجار في المواد المخدرة ويحوزوا أسلحة نارية وزخائر هنقول تحريات بقى صح وقد أكدت تحرياتنا السرية من خلال المراقبة الشخصية المتعددة في مدة محددة أن المتهمين المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدرة وأسلحة وزخائر يبقى خلي بالكم التحريات فيها كل الشروط اللي قال عليها القانون واستقرت عليها محكمة النقض ما هي أحكام محكمة النقض بتعتبر قانون في الإجراء يعني لما تستقر على مبدأ يبقى خلاص بياخد حكم القانون طيب هنا لما التحريات جت بالصورة اللي يتطلبها القانون أنها تضمنت كل ما يتطلبه التحريات أسماء المتحرى عنهم أعمارهم محل إقامتهم يحوزوا ويحرزوا جريمة أيا كانت وأن القائم بالتحريات راقب خلي بالك المراقبة الشخصية راقب المتحرى عنه أكثر من مرة وتأكد له أثناء المراقبة الشخصية أن هناك جريمة حالة وواقعة يتعين ضبطها مما يسوغ عرض الأمر على النيابة العامة طيب قلنا احنا التحريات بقى وبعد ما خلص وقال ان انا رقبت مراقبة شخصية وتأكد لي صدق المعلومة ان الناس دول يحوزوا ويحرزوا خلي بالكم الحيازة والإحراز في كلام كتير جدا 90% من القضايا بتخلص كده طيب وأقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه ويعرض على السيد الأستاذ وكيل النائب العام للتفضل بالإذن بالضبط والتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى عنهم لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وزخائر خلاص نعم هقول لك كل ده خلصت محضر التحريات وخلص وحيعرض على النيابة وطالب منها الإذن عشان تأذن له إنه يقوم يفتش المكان ده المحدد في محضر التحريات ويضبط الجريمة وشخص مرتكب الجريمة ده التحريات يبقى لما نيجي نقول التحريات دي جدية ولا مش جدية
نقول التحريات دي، هل محكمة الموضوع هتقر التحريات دي وتاخد بيها وتقول ان التحريات دي جدية وصلت الى حد الكفاية الذي يمكن معه للنيابة العامة ان تصدر اذن بضبط هذه الجريمة؟ ما هو التحريات والاذن تحت رقابة محكمة الموضوع اللي هي محكمة الجنايات. محكمة الموضوع لها القول الفصل في الآخر، هنيجي ليه. لما نقول التحريات دي اللي القانون أنا عليها وإنها تضمنت كل ما تطلبه القانون وكل ما استقرت عليه محكمة النقض واتعرض الأمر على النيابة، يبقى هنا دي التحريات دي جدية. ليه؟ لأنها فيها أسماء المتحرى عنهم وفيها أعمارهم ومحل إقامتهم وفيها مدة للتحريات أسبوع أو 10 أيام وفيها مراقبة شخصية من جانب القائم بالتحريات اللي هو رئيس المباحث أو أيا كان. طيب المدة إحنا اشترطوها ليه في التحريات تبقى لها مدة؟ ليه؟ علشان يبقى في مراقبة شخصية من جانب مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري خلال هذه المدة. لو ما فيش مدة يبقى ما فيش مراقبة، قولا واحدا كده. خلي بالك دي مهمة جدا عشان فيها دفوع وبتخلص كل حاجة. لو ما فيش مدة يبقى ما فيش مراقبة. يعني لو جيت قريت محضر تحريات وجيت قرات التحقيق وهو تحقيق النيابة وهي بتسأل شاهد الإثبات اللي هو القائم بالضبط والتحري، ما هو شاهد إثبات، الضابط بيبقى شاهد إثبات، والنيابة بتسأله وبتسأله في مضمون التحريات وفي عناصر التحريات، هل التحريات دي وصلت إلى حد الكفاية والجدية المسوغ لصدور الإذن أم أن هذه التحريات غير جدية وأنها مجرد مش محضر تحريات، محضر معلومات مجهولة المصدر لا يمكن أن يصدر بموجبه إذن من النيابة العامة. طيب ده جه منين؟ خلي بالك في الأول قلنا التحريات اللي هي اكتملت كل شروطها دي هنعرضها على النيابة بقى، وهنيجي للتاني. النيابة بتفتح المحضر، وخلي بالك الإذن محضر التحريات بيبقى هنا كده في الورقة كده، خلص لحد هنا، لازم تبدأ الإذن من هنا، ما تكتبش في الصفحة التانية أو تجيب ورقة تانية تكتب فيها الإذن، لا، من نهاية محضر التحريات يبدأ تدوين إذن النيابة العامة، ما نسيبش فراغ. نبدأ وكيل نيابة يفتح محضر ويقول إنه في يوم الموافق كذا سنة كذا الساعة 6 مساء نحن اسمه وكيل نيابة عبدين مثلا، بعد الاطلاع على محضر التحريات المسطر عليه والمؤرخ 1/12/2017 والمتضمن، يبقى قلنا محضر التحريات هو محضر التحريات هو اطلع عليه وسطر مضمونه في الإذن، طلع المحضر وقال انه هو محارب بمعرفة النقيب فلان والذي تضمن ان هناك جريمة حلة وواقعة يتعين ضبطها، لذلك فوزت السطر نأذن للسيد الرائد رئيس مباحث اسم عبدين بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهم، ويقوم كاتب اسمائه الإذن، يكتب أسمائهم زي ما هو في محضر التحريات
وعمله والمقيم في كذا. ليه؟ لأن الضابط هيطلع ينفذ الإذن، ما بينفذش محضر التحريات، لا ده بينفذ الإذن. طيب نيابة قالت نأذن أسماء المتحرى عنهم وضبط وتفتيشهم وسكن وملحقات مساكنهم لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وذخائر وضبط ما يظهر عرضا، خلي بالك، وضبط ما يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش أو يتواجد، هنشرحها دلوقتي، على أن ينفذ هذا الإذن في غضون 5 أيام تبدأ من ساعة وتاريخ هذا الإذن. طيب ده الإذن ماشي، الإذن خلاص يبقى تحريات، إذن صدر للقائم بالضبط اللي هو الضابط. بعد كده لما احنا بنقول ايه ان وكيل النيابه لما يوصل يقول ايه وضبط ما يظهر عرضا، خلي بالك يعني ايه ما يظهر عرضا اثناء الضبط والتفتيش ومن يتواجد، مع انه مش مأذون بتفتيشه، يعني الضابط راح بالقوة واتجه إلى مكان اللي أذنت به النيابة ليه لتفتيشه وضبط ما يتواجد به حسب ما هو واضح بالتحريات وهو واضح بالإذن، ودخل البيت وفتح ليه المأذون بتفتيشه ودخل على الشقة بتاعته اللي هي في الدور الثاني، فأذن له المأذون بتفتيشه المتحرى عنه ودخل الضابط بالقوة. طيب دخل فتش البيت لأنه مع إذن والإذن بيعرضه على صاحب البيت المتحرى عنه، بيقول له أنا فلان الفلاني معايا إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكنك، يقول له اتفضل. بيفتش على إيه؟ سلاح ومخدرات، الإذن كده والجريمة كده، وهو بيفتش على سلاح ومخدرات عثر على مخدرات وما عثرش على سلاح، لقى إيه؟ لقى مستندات مزورة، لقى مستندات مزورة في درج الكوميدينو، طلع عليها لقاها مزورة، ده بطل، مع إن الإذن لم يصرح بضبط أوراق مزورة ولكن قال ما يظهر عرضا، يبقى أي شيء مجرم يتواجد أثناء التفتيش من حق القائم بالضبط يضبطه ايا كان، زي اللي هو رايح يقبض على واحد مطلوب ضبط واحضاره او عليه حاجه كده، دخل فتش لا اسلحه على طول يجيب يقبض عليه ويضبطه ويعمل له قضيه مستقله. طيب لما جينا كده يبقى كل من يتواجد اثناء التفتيش مسكن أو ملحقات مسكن أو مكان مأذون بتفتيشه ولم تصرح النيابة له في الإذن من حق مأمور الضبط القضائي أن يضبط هذا الشيء. طيب أدي طب الحاجة الثانية، ومن يتواجد، الضابط بيفتش لقى الراجل ده قعدوا معاه 2 3 قاعدين مع بعض جيران حبايب اصحاب والحمله جت طيب الناس الموجوده دي لو كان من الناس اللي موجوده دي احد الاشخاص ظهرت عليه علامات الارتباك
وتأكد لمأمور الضبط القضائي أن هذا الشخص مرتكب جريمة، من حقه يفتشه. يفتشه، عثر معاه على ممنوعات يقبض عليه ويعمل له محضر مع نفس الإذن مع المتهمين اللي هو صادر إذن بضبطهم وتفتيشه. بس ده مش له إذن بالتفتيش، ولكن تواجد أثناء الضبط والتفتيش بالرغم لم يصدر له إذن بضبط وتفتيشه، ولكن وجد مرتكبا لجريمة أثناء الضبط والتفتيش وأثناء تنفيذ النيابة العامة، فمن حق القائم بالضبط أن يلقي القبض عليه ويتهمه أيا اللي كان معه بقى سلاح أو مخدر أو أي حاجة تانية، وده بيعرض كله بعد كده على النيابة. يبقى إذن عرفنا الإذن إيه، وعرفنا التحريات إيه، وعرفنا إن سلطات مأمور الضبط القضائي إيه، مش خاصة بالإذن، ولكن اللي يتواجد عرضا من الأشخاص أو يتواجد جريمة موجودة عنده لم يصدر الإذن من النيابة بضبطها. طيب فيه لما نيجي نقول إحنا وصلنا للإذن والضبط والكلام ده وعرفنا محضر التحريات، بقى محضر التحريات والإذن، يبقى النيابة صرحت له أنه يقوم ينفذ الإذن فور صدوره. المعتاد بقى في الواقع العملي أن بياخد الإذن الضابط المأذون له بالتفتيش وهينفذ بقى في محضر الضبط. يبدأ لما ينفذ بقى يقول لك بناء على اتصال تليفوني من أحد المصادر السرية الذي أخبرنا بتواجد المأذون بتفتيشه بمنزله الآن الكائن بشارع كذا كذا اللي هو مأذون بتفتيشه، وعليه قمنا بالانتقال ومعنا قوة من الشرطة السريين بسيارة مستأجرة عرضا من الطريق، وتوجهنا إلى مكان المأذون بتفتيشه ووصل مكان المأذون وفتشنا وعصرنا. ده أنا قلته ده. بعد محضر الضبط ما يتعمل، بعد محضر الضبط ما بيتعمل الضابط، محضر الضبط ده إيه؟ اللي هو ضبط أو تنفيذ إذن النيابة وضبط ما أسفرت عنه التحريات وما أذنت بضبطه النيابة العامة. خلاص ده الأمر ده. هنا بقى الضابط لما بيعمل محضره بيبقى المضبوطات دي بيتم تحريزها بمعرفة القائم بالضبط، يحرز وختم يقول لك تم تحريز مثلا قطعة من المواد المخدرة وبأن قمنا بلفها بورقة من السلوفان ووضعناها في كيس أصفر اللون وقمنا بختمها بأمن قيام النقيب فلان الفلاني بمحضر تحريات مؤرخ بتاريخ كذا لضبط وتفتيش أسماء المتحرى عنه، وأذنت له النيابة بتاريخ كذا الساعة كذا بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنه بمحضر التحريات، وعليه فرغ التحريات وفرغ التحريات، أو بعد كده بقى لما بيفرغ التحريات ويبدأ هو تحقيقه يقولوا عليه وبمناسبة تواجد المتهمين خارج غرفة التحقيق فدعونا الأول داخلها، فدعونا الأول داخل غرفة التحقيق ينده الحاجب هات لي المتهم فلان الفلاني، يخش المتهم فلان الفلاني ويقول فدعوناه داخلها ووجدناه شاب في العقد في العقد الثالث من عمره يرتدي الملابس الأفرنجية، دي مناظرة، يرتدي الملابس الأفرنجية طويل القامة ذو شعر كثيف ذو شنب خفيف
ينتعل بقدمه برجله ينتعل حذاء ويوصفه طوله ولونه وكله. وسألناه عما إذا كان لديه إصابات أو شهود يبغي الاستشهاد بهم أو محاميا يحضر معه إجراءات التحقيق. ده الإجراءات اللي في إيه؟ اللي النيابة بتعملها لسه إحنا ما دخلناش. سألوا فيك إصابات؟ لا ما فيش إصابات. في عندك شهود هتستشهد بيهم؟ يقول له أيوة أنا عندي شهود فلان وفلان. اثنين ثلاثة. يكتب أسمائهم، النيابة تكتب أسماء الشهود اللي هو استشهد بيهم. بعد كده بعد ما خلصنا دول وقلنا طب لو هو قال أنا فيها إصابات، لو المتهم قال للنيابة أنا فيها إصابات والضابط ضربني، أيوة فيك إصابات، تقول له أيوة أنا فيها إصابات، يأمره أنه يخلع ملابسه اللي تحتها الإصابات عشان يشوف الإصابات، يقول إصابات في ظهري، الإصابات هنا، الإصابات هنا، عشان النيابة لما يخلع ملابسه اللي هي عشان يتتمكن من مناظرة الإصابات، بتقول وبمناظرة عموم جسم المتهم تبين وجود إصابات بظهره من أعلى عبارة عن كدمات وسحجات وتجمعات دموية، وقرر أنها نتيجة التعدي عليه من ضابط الشرطة. ثبت الإصابات وقال إن تعدى عليه ضابط الشرطة. وبعد كده في القرار في الآخر بقى حاول المستشفى إذا كان يستدعي أو مفتش الصحة لازم، ولو كانت الإصابة جديدة شوية ممكن يوديه الطب الشرعي، ده كلام بعدين. يبقى كده كل الضمانات للمتهم موجودة في النيابة. جينا بقى في الآخر هيبدأ يقول له بقى اسمك، يقول له اسمي ثلاثي زي ما في البطاقة، عمرك قد كده، بتشتغل ايه، بتشتغل ايه. هو قال له بقى انا عندي محامي يحضر معايا اجراءات التحقيق. طبعا هو بيثبت، وكيل النيابة بيثبت اسم المحامي، وبيقول للحاجب او الحرس هات لي الاستاذ من بره عشان اقول له اتفضل. يبقى الاستاذ بيجي يخش يحضر بيثبت حضوره، حضر استاذ فلان مع المتهم التحقيق، ويبدا المحقق يباشر اجراءات التحقيق بمواجهه المتهم بكل ظروف الواقع. وحضرتك قاعد صاحي جدا وفاهم ايه اللي بيتقال وحريص جدا، لان لو في اسئله اتسالت من النيابه تتجاوز عن القانون وتاثر على موقفه او اسئله ايحائيه انت من حقك تعترض. قول له لا اثبت لي، يقول لك لا او مش، قول له اثبت لي ده في التحقيق وانا هنسحب او هكمل، ده حقك. ما هي ده، امال المحامي بيحضر مع المتهم ليه؟ ما عشان كده، عشان كده. طيب هنبدا بقى لما يقول يبدا التحقيق، بيقول لك ما تفصيلات ما حدث، بتقول له كذا كذا اللي حصل كذا 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 كذا، والضباط جم خدوني وعملوا كذا 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 وانا ما كانش معايا حاجه. طيب امال قبضوا عليك ازاي لما جم للبيت وفتشوه وما لقوش حاجه وخدوني من البيت؟ ويبدا بقى النيابه تكمل معه، يقولوا تم قول فيما جاء بمحضر التحريات انك تحوز وتحرز كميه من المواد المخدره واسلحه وذخائر وتم ضبط كذا كذا، يقولوا ما حصلش. لغايه ما يوصل بقى معاه يقول له طب انت في خلافات؟ ولا ما فيش خلافات. ان هو بيواجهه بالواقعه كلها. اهم حاجه بقى في محضر التحقيق ده شاهد الاثبات اللي هو الضابط. بعد ما بيخلص لديك اقوال اخرى؟ لا، تمت اقواله وتوقع منه. الضابط ده شاهد اثبات اللي هو قائم بالتحريات
اللي هو قائم بالضبط، اللي هو قائم بتحريز المضبوطات، اللي هو قائم بتحريز النقود لو كانت هناك نقود، كل المضبوطات بتبقى في حوزته ساعة الضبط وهو اللي بيحرزها وبتروح النيابة. طيب النيابة كمان تقولك تقول بتعمل في ايه برضو في قبل بتواجه المتهم، ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه وان النيابة العامة هي اللي تباشر معه اجراءات التحقيق انكرها شفاهة كده في الاول انكرها. اما لو اعترف هيقول اعترف، بس ده بيبقى في حاجة تانية بقى. لما نيجي بقى نسأل الشاهد، لما نسأل الشاهد هنا بقى هتبدأ انت دفاعك في محكمة الجنايات، يا تاخد براءة يا تاخد إدانة. على ايه بقى؟ على التحريات وعلى الضبط. يا اما تدفع ببطلان الاذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات، وبطلان الاذن بالضبط والتفتيش لانه صدر مجهلا من اسماء المتحرى عنهم ومحل اقامتهم. لا، بطلان الاذن بالضبط والتفتيش لانه صدر على معلومات مجهلة منسوبة لمصادر سرية وليس لمأمور الضبط القضائي دور فيها. ده حسب التحريات اللي عندك، حسب التحريات اللي هيقولها. وبطلان الإذن بالضبط والتفتيش لأنه لم يتخلله مراقبة وخلى من مدة التحريات. اللي قلناه الاول بنرجع له، لو ما عنديش مده في التحريات ولو ما عنديش مراقبه يبقى ما عنديش تحريات، يبقى في عدم جديه التحريات، في عدم جديه التحريات. ولكن لو هناك تحريات فيها متحرى عنهم، علاقته بالنشاط الاجرامي، اسمه، محل اقامته، عمله، في مده للتحريات، في مراقبه في محضر التحريات، الضابط قالها والمراقبه الشخصيه اثناء مده التحريات تاكد لنا انه يحوز ويحرز، هنا يبقى التحريات مكتمله. ومش كده وبس بقى، ما يقولش كده في محضر التحريات بس، لا، ده العبره بالتحقيق الذي تجريه النيابه العامه بالنسبه لتاصيل التحريات. طب ما هو يقول لك أنا في محضر الاتحاد أنا راقبت وراقبت مراقبة شخصية، ولما يجي النيابة تسأله يقول له ما مدة التحريات؟ هل ما مدة التحريات؟ استقرأت، ما المدة التي استقرأت التحريات؟ يقول له مدة كافية، خلي بالك، مدة كافية. الله، ماشي. أما يقول مدة كافية يبقى هنا مفيش مدة. ليه؟ لأن المدة لازم تحدد بالتوقيت، 5 أيام أو أسبوع، عشان أنا، عشان المأمور الضبط القضائي يجري مراقبة شخصية أثناء هذه المدة. ولذلك بقى لما يكون الضابط واعي وعامل في مدة وفي مراقبة شخصية يقول له ما مدة التحريات، ما مدة المدة التي استغرقتها التحريات؟ يقول له 5 أيام سابقة على صدور إذن النيابة العامة. هل راقبت المتهم أثناء التحريات؟ يقول له أيوة أنا راقبت المتهم. طيب ما هي عدد مرات المراقبة التي تمت بالنسبة للمتهم؟ يقول له أنا راقبته 3 مرات، مرة في يوم كذا الساعة 12 الظهر، ومرة راقبته بالليل، ومرة راقبته الصبح كان في مكان كذا رايح كذا. طيب ما الحالة التي كان عليها المتحرى عنه أثناء المراقبة؟ خلي بالك، ها؟ إيه وأنت بتراقبه
الحالة اللي كان عليها ايه؟ انت رقبته 3 مرات. طب الحالة اللي انت رقبته عليها دي كان حالته ايه؟ هل كان حائزا؟ هل كان محرزا للمادة المخدرة؟ هل كان مرتكب لجريمة حل وواقعة يتعين ضبطها؟ ده كله اللي هو عند مأمور الضبط القضاء. هقول لك اتفضل. انت هتقاطع، قلل السؤال للاخر عشان ما نضيعش الكلام. طيب ده دي حاضر حدود مأمور الضبط القضائي. هقول لك على حدود مأمور الضبط القضائي، هقول لك بس هتزعل. هقول لك والله يا استاذ بقى، ده كلام، ده معامله يوميه دي يا استاذ. بقول لك، هقول لك يا استاذ، ليس لك حضور في اسم الشرطه. طب اقعد بقى، ما انا هكلمك. ما لكش حضور في محضر جمع الاستدلالات. طب امال بتسال ليه يا استاذ؟ ما انا بقول لك تعرف اختصاصك عشان تعرف التعامل معاهم ازاي. ايوه، تعرف اختصاصك عشان تعرف التعامل ازاي. ماشي. طب اديني فرصه اتكلم بقى. طيب يا استاذ، برضو مع معلومه عشان نبقى احنا فاهمين، احنا ما لناش حضور في اقسام الشرطه خالص. انت بتروح الشرطه، اسم الشرطه ضيف بعلاقتك مع الموجودين باسم الشرطه، لانك انت لا بتحضر في محضر ولا انت ليك حق تقول له انا عايز كذا، ولا انت ملوش حاجه خالص. ده هو دوره سلطه جمع استدلالات فقط لا غير، ويعرض على النيابه بس. فحضرتك تعامله ازاي دي بقى مرجعها لحضرتك انت. استنى بقى، الله، مرجوع لحضرتك بقى شخصيتك واخلاقك واحترامك لذاتك، وانك محامي يعني مجرد ما تخش كده الدنيا هتقوم لك وهيضيفوك كويس، واي طلبات ليك هيعملها لك. ماشي. ولكن طلباتك يا استاذ طبقا للقانون بتبدا من النيابه العامه والمحكمه، النيابه العامه والمحكمه. لكن الشرطة احنا علاقتنا المحترمة بيهم هي سبب اساسي للتعامل المحترم، وانك انت تقدر تخلص كل شغلك في اسم الشرطة. مع العلم يعني اسم الشرطة في الشغل يعني الحاجة، بس فيه عشان متهم خارج من حكم، متهم مخل سبيله، عشان الإيراد بالليل، عشان ما يباتش، عشان حاجات كده كتير يعني. ماشي، دي بعلاقاتك بقى، بس خلي بالك دي بتعمل مشاكل. مش موضوعنا. هنبقى عشان التعديل الجديد بقى في القانون اللي احنا بنناقشه دلوقتي، قانون المحاماه، يعني عاملين فيه ماده ان الحصانه تبدا من محضر جامع الاستدلالات لغايه ما تنتهي بحكم نهائي، لغايه الدعوه تبدا في محضر جامع الاستدلالات. هيبقى من حقك حضور، لسه هيبقى يعني ده مشروع وان شاء الله هيتوافق عليه يعني. لغايه ما توصل لحكم نهائي في الدعوه، تحضر في محضر جامع الاستدلالات، تحضر في النيابه، تحضر في المحكمه على كافه درجات المحكمه، فهنا الحصانه بتبقى موجوده ليك طبقا للقانون. ده بيتعدل، والماده دي يعني من ضمن المقترحات يعني. طيب اسكت بقى، انت شكلك شغال في الاسم على طول. المهم احنا وصلنا بقى لايه؟ لشاهد الاثبات. احنا برضو في محكمه الجنايات خلي بالكم في القضايا دي اللي بيبقى عليه كل ادله الدعوه هو شاهد الاثبات الضابط، لان هو دليل الاسناد بيقدمه هو، وهو شاهد الاثبات الوحيد في الدعوه. لو كان معاه ضابط تاني اشترك واشترك في الضبط، يبقى برضه هو من ضمن شهود الاثبات. يبقى
لما نقول بقى شاهد الإثبات ده لازم نبقى حريصين جدا على كل كلمة بيقولها سواء في محضر التحريات أو في تحقيقات النيابة الإذن حددنا شكله طبقا للقانون. الإذن اللي طبقا للقانون والتحريات طبقا للقانون ما خلاص الحكم فيها إدانة مش فيها كلام، لأن سلطة المحكمة فيها مطلقة. طيب لو جينا عملنا محضر تحريات حضرتك عملته، الضابط عمله، وخلي بالك بقى الإذن اللي طالع ده إذن شخصي للضابط محرر محضر التحريات. إزاي؟ بيجي معاون مباحث بيقول إني وصلت تحريات أو وردت لنا معلومات تفيد أن فلان دوت بيتجر في المواد المخدرة ومن غير بقى ما يقول اسمه، من غير ما يقول حاجة ولا الكلام ده كله، وإن بإجراء التحريات السرية تتأكد صحة المعلومة وأن المتهم يحوز ويحرز مادة مخدرة أو أسلحة أو الكلام ده كله. شوف شكل الإذن بقى هنا عامل إزاي. إزاي؟ معلومة مصدر سري، بعد المعلومة قال أسماء المتحرى عنه أو اسم المتحرى عنه، وبعد كده قال تأكدت المعلومة دي وعرضنا على النيابة. يبقى هنا اللي تعرض على النيابة إيه؟ محضر تحريات محضر تحريات بالمعنى القانوني اللي احنا قلناه دلوقتي؟ لا لا، اللي اتعرض على النيابة محضر سطره القائم بالتحريات اللي هو الضابط بناء على مصادر سرية مجهولة أفادت ليه أو وردت ليه إن شخص ما بيتاجر في المواد المخدرة، وعليه تم عرض الأمر واستصدار إذن من النيابة العامة. دي بقى لما تلاقي محضر تحريات خلاص لازم تفهم بقى إن إيه، إن القضية كده خلاص هتاخد براءة، هتاخد براءة. ليه؟ لأن عناصر التحريات الأساسية غير موجودة. عناصر التحريات الأساسية اللي تطلبها القانون واستقرت عليها أحكام محكمة النقض لم تتضمنها التحريات، وإنما تضمنت عبارات مجهولة لمصادر مجهولة، ولا يوجد لمحرر المحضر دور في التحريات، لا مراقبة ولا حدد مدة ولا له دور خالص في التحريات. يبقى إذن التحريات مجهولة المصدر ويبقى ملوش دور، يبقى الإذن هنا هيبقى فيه بطلان لعدم جدية التحريات. طيب خلي الإذن أي مكان بقى، النيابة لما تيجي تأذن يا إما تأذن إذن شخصي لمحرر محضر التحريات بس هما اللي قوم ينفذ الإذن، ما يقدرش حد غيره ينفذ الإذن، لأن لما الإذن ده لما يقول نأذن للنقيب فلان بضبط وتفتيش ويكمل وينفذ الإذن، طيب أو يقول نأذن للملازم أول فلان أو من ينيبه أو من يندبه أو من يعاونه لضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى عنهم على أن ينفذ هذا الإذن في مدة 48 ساعة. يبقى هنا الإذن لمين؟ خلي بالكم أستاذة، الإذن لمين؟ أنت مش واخدة بالك عشان نمتي. الإذن لمين بقى؟ الإذن لمين هنا؟ الإذن لمين؟ هل للضابط اللي عمل التحريات ولا من حقه يندب غيره؟ ها؟ من حقه يندب غيره، من حقه يندب غيره أو ينيبه، ماشي. طيب الندب هنا ما هو له حالات، الندب هو أذن لمأمور الضبط القضائي
اللي هو قائم بالتحريات واللي هو عرض عليه الإذن، والنيابة اللي أذنت له ليه الإذن ليه، أو من ينيبه أو يندبه أو يندبه أو يعاونه من مأمور الضبط القضائي المختصين قانونا. طيب الندب ده ازاي؟ هل هو هيجي يقول له يلا روح نفذ الإذن ده عشان النيابة قالت لي نفذ الإذن، أنا دبيت لي إن أنا لا. الندب من الصادر له الندب لمن يندبه لابد أن يكون بالكتاب، بالكتابة يكتب ندبه، لأن لا يجوز هنا بقى إيه؟ لأن النيابة لما بتندب بتندب إذن كتابة، فهو ما ينفعش يقول إيه إن أنا ندبت شفاهات وما بيكتبش. خلي بالك معظم الأحوال اللي زي دي بيقوم ضابط ينفذ الإذن، وهو اللي يجي يتسئل في النيابة بس يتسئل في النيابة بإيه؟ في الضبط بس، ما بتسئلش في التحريات، لأن اللي عامل تحريات ضابط غيره، هو يتسئل شاهد إثبات في الضبط، واللي عمل تحريات يتسئل في التحريات في النيابة العامة. طيب هنا لما تيجي النيابة تسأله بقى الضابط اللي قام بالضبط ده، بتقوله أنت اشتركت في التحريات؟ تقول لأ، اللي عمل التحريات أنا قمت بالضبط بس. طيب أنت قمت بالضبط ده بتنفيذ الإذن إزاي؟ يقول له أنا انتدبت من الرائد فلان الفلاني لتنفيذ إذن النيابة العامة. طب هو انتدبت إزاي؟ ما هو المفروض ينتدبك على ظهر المحضر، أو أنت تكتب في الـ في الـ في محضر الضبط بناء على انتدابنا من الرائد فلان الفلاني لتنفيذ إذن النيابة الصادر بضبط وتفتيش كذا. ما؟ مين؟ الايه؟ استغاثة. استغاثة؟ لا أنا هقول لك عليها لسه. حالة واحدة دي هقول لك عليها. ده احنا ما جيناش نسأل الاستغاثة أو المساعدة. الاستغاثة أو المساعدة دخل المسكن. هقول لك يعني ما هو في القانون أهو. ما هو في القانون. هنا لما نيجي بقى هو ما كتبش إن هو انتدب من الصادر له الإذن بتنفيذ الإذن، ولا فيه في المحضر ما يفيد أن الصادر له الإذن انتدبه لتنفيذ الإذن، يبقى هنا الندب إيه بقى؟ هيبقى فيه بطلان في الضبط والتفتيش، لأن القائم بالضبط لم تأذنه النيابة العامة بضبط وتنفيذ وتنفيذ إذن النيابة. هنا اللي نفذ غير مأذون له من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، لأنه لم يصدر له إذن ولم ينتدب من الصادر له الإذن ولم يثبت في محضر الضبط أن هناك انتداب له في تنفيذ الإذن، يبقى هنا الضبط هيبقى باطل لأن لم تأذن له النيابة العامة. خلي بالكم الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ الندب، الندب واضح؟ طيب لما نقول الندب ده طب جه واحد ضابط برضه صادر بإذن، صادر له إذن بالتفتيش، وقال لزميله تروح تنفذ الإذن ده، قال له ماشي، خد قوة وراح نفذ، وثبت إن هو بناء على إذن النيابة كذا كذا، وأنا وبناء على تكليف فلان الفلاني اللي إيه؟ لندبي، بندبي إن أنا نفذ الإذن ده، وراح نفذ الإذن ده والنيابة ما كانش مصرحة بالندب. شوف الكلام بقى إزاي؟ العكس هنا هو. مأمور ضبط قضائي صدر له إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن متحرى عنه، وقام اللي نفذ الإذن أحد مأمور الضبط القضائي الموجودين في الإذن، وقال بناء على انتدابي، خلي بالك بناء على انتدابي من الرائد فلان الفلازي لتنفيذ الإذن،
قمت بتنفيذ الاذن. طب ده ما ينفعش ليه؟ لان الاذن لم يصرح بالندب، ولا يجوز لمن ندب بالذات ان يندب غيره. كلام واضح؟ الاذن اللي صدر من النيابه ان ناذن الملازم اول فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن كذا، وهو اللي عامل محضر التحريات. لما جه ينفذ الاذن بس قال ايه؟ الاذن شخصي، لا صرح بالندب ولا بالانابه ولا بالمعاون. قال لازم ناذن للملازم اول فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن. يبقى الاذن صادر شخصي ليه؟ هو اللي هو عمل التحريات، هو جه في التنفيذ ندب زميله، وزميله قام نفذ الاذن وضبط وحرز وعرض على النيابه. هنا هل في الحاله دي يجوز الندب؟ ها؟ يجوز الندب؟ لا. ليه؟ لان في المبدأ لا يجوز لمن ندب بالذات ان يندب غيره. النيابه ما ندبتكش، فمش من حقك انك تندب. الاصل لا يجوز لمن ندب بالذات ان يندب غيره، يبقى هنا الندب باطل. يعني اللي شوف الاذن بقى بيوصلنا لغايه فين. شوف الاذن بيوصلنا، يعني الاذن تنفيذ الاذن ده فيه طبعا زي ما انتم شايفين كده صور كتير قوي. طيب لما نوصل بقى وخلصنا التحقيق وخلصنا وجه بعد كده ايه اللي بيتم بعد انتهاء التحقيق في النيابه؟ بيستنوا تقرير المعمل لما يجي، واذا جه سلبي خلاص القضيه بتقيد شكوى اداري وحفظ، واذا جه ايجابي فالاجراء بتمشي في طبيعتها ولغايه ما تحال للمحكمه. طيب ده الخاص بتفتيش المساكن والاشخاص والسيارات الملاكه، كل من يتواجد في مكان مغلق سكن او غير سكن، فده يبقى ياخد حكم لازم اذن من النيابه العامه. طيب طب ما في استثناء. طب نفترض ان في حاله حد في البيت جوه بيستغيث، بيستغيث استغاثة صادرة من مسكن، هل من حق مأمور الضبط القضائي أن يدخل هذا المنزل دون الحصول على إذن من النيابة؟ ها؟ تمام. حالتين اتنين، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يدخل المسكن بلا إذن في حالة الاستغاثة أو المساعدة. طبعا احنا حالات بقى الاذن والحاجات دي كل قضيه لها ظروفها، وفي من اذن وضبط والكلام ده كله. يعني انت حضرتك قضيتك لها ادلتها حسب ظروف الدعوه، مش كل دفاع تقدر تقوله في اي قضيه، لا خالص. كل قضيه لها دفاع مستقل، كل قضيه لها دفاع مستقل، فحسب ظروف الدعوة وملابساتها اللي موجود فيها، أدلتها القولية والمادية، ده أنت بتبدأ ترتب دفاعك حسب الواقع اللي موجود في الدعوة. ده طبعًا إحنا قلنا بقى كل ما هو بالنسبة للمسكن والكلام ده كله خلاص. طب ما في حاجة، وقلنا برضو يجوز لمأمور الضبط القضائي عشان بس نبقى دخول المسكن في حالتين، حالة الاستغاثة وطلب المساعدة، ده من حقه. طيب ساعك يا باشا. نعم. اه طيب دي مفتوحة. طبعا حالة تعاقب مجرم هارب دي ده طبعا قانونا ماشية. نفترض ان فيه حملة وفيه ناس مطلوبين
خاطرين على القانون عليهم احكام نهائيه واجبه النفاذ لازم تتنفذ. هم جم الناس دول مقيمين في الازبكيه وجات قوه تنفيذ الاحكام عشان تقبض عليهم عشان تنفذ الحكم. الناس دي لهم بقى خبايا في المنطقه وحاولوا يخرجوا بره نطاق اسم الازبكيه. هل من حق مأمور الضبط القضائي أن يتتبع هذا المحكوم عليه ولو خارج الاختصاص المكاني بتاعه؟ أيوة يجوز. نظام التتبع توصل ليه لغاية ما تقبض عليه في، لأن ده المحكوم عليه أو المطلوب إذا كان هو حاول يهرب أو يبتعد أو الكلام ده كله عن أعين الشرطة، فمن حقهم يتتبعوه في أي مكان ويقبضوا عليه ويجوا. التتبع ده حتى في تنفيذ ممكن، تنفيذ الإذن ممكن برضه. طب في حالة بقى طيب في حاجة هنقولها بس هنكملها المرة الجاية. إيه بقى؟ في عندك حاجات ما هو أخطر من كده. حالات التلبس. حالات التلبس. ولذلك القانون كان حريص عليها قوي، قانون الإجراءات الإدارية مادة 30 قالت إيه؟ مادة 30 حددت حالات التلبس دي على سبيل الحصر. طب إيه هو التلبس؟ إيه هو التلبس؟ ها؟ مين؟ ما يعنيش. طب بعد اللي عايز يمشي يتفضل عشان نقفل الباب، عشان زمايلكم اللي قاعده دي برضو مش قاعدين كده، عايزين نستفيد واحنا عايزين نستفيد بعد اذنكم. طيب التلبس حاله عينيه، حاله عينيه تلازم الجريمه لا شخص مرتكبها، وان وصف التلبس ينصرف الى وقعه التلبس نفسها وليس إلى شخص المتهم مرتكب هذه الجريمة. تاني؟ تاني 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 حاضر. ها؟ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأن وصف التلبس ينصرف إلى واقعة التلبس وليس إلى مرتكب هذه الجريمة. نشرحها. بمعنى ولذلك القانون قال لك اللي ايه؟ لمأمور الضبط القضائي ان يتلقوا البلاغات في حالات التلبس وينتقل فورا لمكان الوقعة ويعاينها ويأمر المتواجدين بعدم مغادرة المكان كما له الحق أن يتحفظ عليهم لأنهم تواجدوا أثناء الواقعة ويأمرهم بعدم مغادرة المكان. ليه؟ لأن في جريمة وقعت أيا كانت وجاله بلاغ انتقل وعاين وسأل الشهود وجاب ناس، ده طبعا مفيش كل ده مفيش متهم، كل ده مفيش متهم، هو انتقل عشان الجريمة مش عشان قالوا له حددوا له الشخص مرتكب الجريمة وقالوا الراجل ده قتل ده ومشي، لا ده هو قالوا له في واقعة قتل، انتقل لأن هناك جريمة قتل ويعاين جريمة القتل ويعمل لها معاينة ورسم كروكي والناس اللي موجودة في المكان يقول لهم ما تتحركوش لأنكم شهود ويأمر بعدم تغيير أي حاجة في مكان الواقعة. كل ده في جريمة القتل نفسها ما جاناش ناحية المتهم خالص، يعني البلاغ عن جريمة وليس عن مرتكب الجريمة. ده التلبس. البلاغ يتعلق بجريمة أيا كان نوع هذه الجريمة
ولا يتعلق بشخص مرتكب الوقت خالص. احنا بنضبط ليه بقى؟ ليه لسه هنروح بقى النيابه والكلام ده كله؟ معالم الجريمه هتضيع، معالم الجريمه لو عشان دي. ايه الغرض من استثناء حاله التلبس تاخد كل الضمانات دي ليه؟ لان ممكن معالم الجريمه دي على ما نروح النيابه ونجيب اذن ونعمل محضر تحريات تكون معالم الجريمه راحت. يبقى خير. فعلشان كده يبقى حاله التلبس دي لمأمور الضبط القضائي ان يضبط حاله التلبس ايا كان نوعها، بغض النظر عن ان مرتكب هذه الجريمه متواجد او غير متواجد. دي انا بضبط الجريمه دي، ماليش دعوه ده تمام. اما بقى اذا تواجد المتهم ده خير وبركه، مش مشكله. طيب يبقى حالات التلبس كام؟ ما انا عملت كده. انت رفعت كده؟ حالات التلبس 4 على سبيل الحصر لخطورة التلبس، لأنه بيتعلق بتفتيش الشخص ومسكنه. ده عشان حرمة المساكن وحرمة الأشخاص، فالقانون حددها 4 على سبيل الحصر ولا يجوز الاجتهاد فيها خالص. ايه تمام. عن اخوه؟ لا طبعا، لا لا، ده الدرجه الكام؟ لازم يجي، لازم محامي، محامي وكده مش من حقه يترافع قدام المحكمه عن اخوه او احد اقاربه ايا كانت الدرجه. لا لا لا، وكيل نيابه في عمله مش محامي. ما هو والنائب وكلاء النيابه والقضاء دول لما يكون لهم حاجه بيوكلونا، مش فيها مشكله. امال احنا بنعمل ايه؟ طيب قلنا بقى احنا بنتكلم في حاله التلبس دي. طيب حاله التلبس دي اللي احنا قلناها، طب هل حاله التلبس دي مثلا واحد عليه حصانه، عضو مجلس نواب، وزير، مش عارف ايه والكلام ده كله، هل ده له حصانه لو ارتكب جريمه في حاله تلبس له حصانه؟ لا. حاله التلبس الوحيد انه لا يوجد احد يشغل حصانه معينه ايا كانت وضبط في حال التلبس، يطبق عليه القانون زي الراجل العادي بالظبط. مفيش في حاجه تلبس، يبقى ضبط، يبقى تفتيش، يبقى محضر، يبقى عرض على النيابه والوزير، ايا كانت الشخصيه. حاله التلبس دي استثنت، مفيش حد خالص ايا كان وارتكب جريمه تلبس لابد ان يعامل معامله كله امام القانون سواء فيها في كلام. انما لما يكون في حاجه ثانيه بقى نخطر المجلس عشان نرفع الحصانه والكلام الفاضي ده كله، لا ده ما فيش. يعني ايه مثلا بيقول لك ايه الحرامي بعملته او بشيلته؟ هو كده انا ماليش دعوه بشخصك ايه، انا بضبط جريمه، انت بقى وزير، انت غفير، انت مش عارف ايه، مش دعوه، انا بضبط جريمه وبطبق عليك القانون. ده بالنسبة للتلبس. يبقى عشان نبقى احنا حريصين بقى ما نقولش انا محامي ومش عارف ايه والكلام ده كله، محدش كبير. يعني لو حصل حاجة ما يعني عشان برضو نبقى احنا نذكر انفسنا يعني. طيب لمأمور الضبط القضائي المشاهدة دي، لمأمور الضبط القضائي مشاهدة الجريمة حال ارتكاب ساعتها، أو مشاهدة الجريمة حال ارتكابها قبورها يسيرة لسه يدوب. يبقى دي 1، 2 تتبع العامة، تتبع الجاني من العامة بالصياح. دي بقى بتاعتنا، بتاعت الناس. الناس شافوا واحد ضرب واحد موته أو سرق منه حاجة، المهم عمل جريمة وخلاص، مفيش مأمور ضبط قضائي. يبقى تتبع الجاني من العامة
بالصياح. عارفين بالصياح يعني ايه؟ هو ده بقى الاعلان، هو ده الضبط، هو ده التلبس، ماشي؟ هو ده، هو ده بقى كده، ده هو ده الصياح. ده بيقوم مقام السلطة إلى أن تأتي السلطة، تتبع بالصياح ده إلى أن تأتي السلطة. طيب مشاهدة الجاني بقى ممكن نشوفه بعد ما ارتكب الجريمة كده ربع ساعة نص ساعة، بس احنا شايفين ان هو مرتكب الجريمة ده، يبقى دي حالة تلبس، يبقى احنا اللي هنقول ده موجود. زي ما بنقول ايه، مأمور الضبط القضائي من حقه انه يأمر اللي موجودين ما يغادروش المكان. ليه؟ لانه شاف، ده اللي اكتشف حالة التلبس. وحالة التلبس يدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه، بالبصر او بالسمع او كده يعني، بالشم برضه، وبالشم، بالشم اليوم ده كتير مش كده؟ فدي حالات التلبس أربعة يدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه. دي بقى في الآخر حالة التلبس دي إيه؟ مش كل ما يحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي على أنه حالة تلبس تم القبض على المتهم بموجبها وتفتيشه وعثر معه أو التقطها من الأرض، كل ده بقى في الآخر مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع. ليه؟ لأن العبرة بالقيد والوصف على إن الواقع حالة تلبس مردوه لمحكمة الموضوع، يبقى العبرة بالتكييف القانوني للواقعة اللي بتنزله عليها محكمة الموضوع. مش كل قضية تحل المحكمة من النيابة على انها تلبس وفيه اتهام موجه للمتهم ومحالة من النيابة والمحكمة تنظرها تبقى حالة تلبس، لا خالص. العبرة بالتكييف القانوني للمحكمة للواقعة، هل ده تلبس ولا مش تلبس؟ هل ده تلبس ولا مش تلبس؟ ده بالنسبة لحالات التلبس. وحالات التلبس طبعا كتير جدا، ده هم أربعة، ده كتير جدا، كل واحد بيقول وصف وصورة على مزاجه. ولذلك القانون الأربعة وقال للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد القيد والوصف على الواقعة بالنسبة للجريمة، خلاص. يبقى ولذلك 90% أو 95% من قضايا التلبس المحكمة بتاخد براءة، وفي دوائر بتدي غيابي براءة في التلبس، بس دلوقتي ما بدوش غيابي، تطمنوا يعني هتحضروا. فهنا يبقى احنا ايه، خدنا موجز بالنسبة للتلبس برضو، ويعني عصرنا في الاذن شوية، ده اللي احنا نقدر نقول احنا دخلنا النهاردة في الاجراءات، في الضبط والتفتيش، المساكن والاشخاص، التلبس، حالاته الاربعة، كل ده. طبعا احنا مش عايزين نطول النهاردة اكتر من كده.